السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. فيديو جديد من فيديوهات النحات ابن توت. أتمنى لو أنت جديد معايا تحط اشتراك وفعل زر الجرس وحط كلمة الكل عشان تشوف كل الفيديوهات. حط لنا لايك لو الفيديو عجبك ورايك بالتعليقات طبعا يهمني. طبعا احنا في زيارة إلى مدينة حبو بالبر الغربي، مدينة الأقصر، المدينة المشهورة بالمعابد، المدينة المشهورة بأرض الأموات، وده دليل لأن الفراعنة أو مصر القديم لما كان بيدفن موتاه كان بيدفنهم في البر الغربي اللي هي حاليا مدينة الجرنة، وإحنا في زيارة إلى معبد حبو. أتمنى الفيديو يعجبكم، ياريت ما تنسوناش بالدعم. زي ما حضراتكم شايفين إحنا كده لسه في أول بوابة، يعني دخلنا البوابة الأولى وادينا لسه في البوابة التانية من معبد حبو. المعبد اللي مساحته يعني مساحة كبيرة، الحفر اللي فيها أو السكلابجر أو نقدر نقول النحت، نحت عميق، تقدر تشوف كده الشرح كامل، التفاصيل، الكرتوش. طبعا دي البوابة التانية، خليكم معانا. من أجمل المعابد اللي هتشوفوها على قناة النحات ابن توت معبد مدينة حبو. المعبد مساحته كبيرة، محافظ على جميع النجاسات بتاعته، حتى مفيش أحجار بتوجع منه. زي ما حضراتكم شايفين النحت، الملوك رمسيس، رمسيس الثالث. طبعا المعبد كبير، محافظ على الألوان بتاعته. خليكم معانا، يا ريت ما تنسوناش بالدعم، قولنا لايك واكتب رايك بالتعليقات. اتمنى اي شخص حابب يشوف الشرح للمعبد هينزل يدوس على الوصف، هيلقى الوصف بتاع المعبد اسفل الفيديو. معلش على التأخير، طبعا احنا بنتأخر في الفيديوهات زي بعضه، استحملوني شوية ظروف كده. حابب اشكر كل الناس اللي بتحط لي تعليقات، تعليقات جميلة ومحفزة اني اكمل قناة زي ما قلنا، قناة نحت، يعني قناة كده ايه، حاجة كده جميلة. طبعا بقول لكم هنا هاي. زي ما حضراتكم شايفين المدخل الثاني، حقيقي المظهر جميل والجو كان ممتع. هنكمل رحلتنا لجوه، يا ريت ما تنسوناش بالدعم. حابب اشكر كل الناس اللي بتعلق لي وبتدعمنا بجد، يعني لسه القناة صغيرة بس ان شاء الله في المستقبل هيكون ليها مكان افضل. يعني ما زلنا مصرين ان احنا نكمل، ان شاء الله هكمل باذن الله. شكرا ليكم. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، اتمنى الفيديو يعجبكم، كملوا الفيديو لغاية النهاية. يعني فيديو من اجمل الفيديوهات، هتشوفوا الالوان، هتشوفوا النحت، تزورونا فيديوهات جديدة،
ياريت تفعلوا الجرس وتحطوا كلمة الكل عشان يوصل لكم الإشعارات بتاعت الفيديو. حطوا لنا لايك واكتبوا رأيكم بالتعليقات. أشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.